السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أشرح درس العمارة من مادة التاريخ للصف السابع من صفحة 33 لصفحة 37. درس العمارة طبعا في العصر الأموي هناك عدة أسباب ساعدت في انتشار فن العمارة. أول سبب اللي هو تأثر الحضارة الأموية بالفن المعماري لشعوب البلاد المفتوحة وتأثرها أيضا بالوضع الاقتصادي. هلا لما أنا بحكي عمارة يعني بناء، بناء بشمل بناء المساجد، بناء المدن، وبناء القصور الأموية. هلا أول شيء رح نتحدث عنه المساجد. المساجد هلا خلفاء بني أمية اهتموا بالمساجد وقاموا بتجديدها وتزيينها كالمسجد النبوي في المدينة المنورة وتجديد المسجد الأقصى في القدس ومسجد قبة الصخرة في القدس والجامع الأموي بدمشق. أول شيء مسجد قبة الصخرة في القدس طبعا هو من أهم المساجد التي بناها الأمويين في عهد الملك عبد الملك بن مروان عام 72 هجري. مسجد قبة الصخرة طبعا أنشئ فوق الصخرة التي عرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج إلى السماوات العلى، وقد أشرف على تنفيذ هذا المسجد عدة من الحرفيين والصناع، وطبعا جاء شكل البناء مثمنا وملبسا بالرخام والفسيفساء، وغطيت القبة من الخارج بالخشب الملبس بالنحاس. وطبعا المسجد الأقصى المبارك هو كل ما دار حول السور من أرض، وتبلغ مساحة مسجد الأقصى 144 دنما، ويتكون مجموعة من الأبنية والمحاريب والساحات داخل القدس. المسجد الثاني اللي هو الجامع الأموي بدمشق. الجامع الأموي بدمشق تم بناؤه في عهد الوليد بن عبد الملك، واستغرق بناؤه 10 سنوات من تاريخ 87 إلى 97 هجري. طبعا زينت جدرانه بزخارف وكتابات كوفية جميلة وفسيفساء ملونة تمثل مناظر طبيعية دمشقية تتخللها زخارف نباتية وهندسية. المسجد الثاني هو المسجد النبوي في المدينة المنورة، إذ أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 88 هجري بتوسيع المسجد النبوي من جهة حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا تم ضم حجرات زوجات الرسول ضمن المسجد النبوي من خلال توسعته، وكسيت جدرانه بالفسيفساء الملونة والرخام، وأصبح نموذجا لبناء المساجد في القرن الأول الهجري. هلأ الفن الثاني من العمارة اللي هو بناء المدن. المدن طبعا الدولة الأموية اهتمت ببناء المدن، ومن أهم هذه المدن اللي تم بناءها مدينة واسط ومدينة القيروان. هلأ قبل ما نتحدث عن مدينة واسط ومدينة القيروان، هلأ بدنا نعرف كمان إنه مدينة دمشق، إحنا نتحدث عن عصر أموي، معناته نتحدث عن دولة أموية في دمشق. نتحدث عن مدينة دمشق، مدينة دمشق كانت نموذجا رائعا لبناء المدن في العصر الأموي، لأنها كانت مقرا لحكام الروم، وأيضا أصبحت حاضرة للدولة الأموية منذ خلافة معاوية أبي سفيان. ومدينة دمشق كانت مدينة محصنة ولها عدة أبواب، وكانت مزودة بالمياه، ويوجد فيها قصر الخليفة معاوية أبي سفيان، واشتهرت بكثرة ينابيعها وأنهارها. هلأ مدينة واسط، المدينة الثانية اللي بناها الأمويين، مدينة واسط مدينة بناها أمير العراق الحجاج بن يوسف الثقفي لتكون مركزا للجيش، وسميت بمدينة واسط لموقعها الذي يتوسط بين الأهواز والبصرة والكوفة. إذا موقع مدينة واسط بالوسط بين الأهواز والبصرة والكوفة، وتم بناؤها في عهد
مركزا للجيش. المدينة الثانية اللي هي مدينة القيروان، مدينة تقع في تونس حاليا، مدينة بناها عقبة بن نافع ليقيم بها جند المسلمين، فاختارها أن تكون بعيدة عن البحر حتى تحميهم من غارات الروم. هلا القصور الأموية، القصور الأموية موجودة في عدة مناطق. هلا رح نحكي عن قصرين، قصر هشام في أريحة بفلسطين، وقصر الحير الغربي والشرقي موجود في البادية السورية. أول إشي قبل ما نحكي عن قصر هشام أو قصر الحير الغربي، بدنا نعرف أسباب بناء القصور الأموية في العهد الأموي. سبب بناء الخلفاء الأمويين للقصور لعدة أسباب، أهمها لتكون مركزا أو مكانا للراحة والاستجمام، وبحثا عن الهواء النقي، وطلبا للهدوء والراحة. أهم هذه القصور هو زي ما حكينا قصر الحير الغربي والشرقي وقصر هشام في أريحة. قصر الحير الغربي والشرقي قصرين يقعان في البادية السورية، وينسب بناؤهما إلى الخليفة هشام بن عبد الملك، وتميز بناؤهما بوجود الأبراج على الأسوار وكثرة الزخارف والرسوم والأشكال الهندسية، بينما قصر هشام في أريحة يوجد في شمال أو يقع شمال مدينة أريحة في فلسطين، وينسب بناؤه أيضا للخليفة نفسه هشام بن عبد الملك. وتعود أهمية قصر هشام لما يحتوي هذا القصر من زخارف فنية ومجسمات لكائنات حية وأرضيات فسيفسائية، وهذه القصور تندرج تحت مفهوم الفن المعماري الأموي الذي يعبر عن عظمة الحضارة الأموية، وهذا ينعكس على أهمية وجود الدولة الأموية في دمشق وما ترتب عليها من إنجازات. يعطيكم العافية، وهيك بكون أنهيت الدرس. يعطيكم العافية.